الأساسيان هذا ما سبب الشعور من شبكات الصرف الصحي وكذلك المعرفة العمومية والساحات والمواقف. يعني هذا أبسط منكم يفهم المشاكل اللي عندكم. إذا عندكم شي ملفات عالقة ولا كانت عندكم شي إشكالات ديال البناء شنو هما، حنا مستعدين أننا نشوفوا هذا اللي كنا نحلوها ونحكم بها. وإذا كان شي حاجة اللي كتقصر كاقتراحات ناخذوها نوصلوها سيدي الوزيرة باش تاخذها بعين الاعتبار فيها يعني هذه المشاريع الجديدة اللي كانت إن شاء الله تكون إيجابية. بالنسبة للماء الشرب، الماء الشرب عندنا يعني الماء خاص، هذاك الماء فيه واحد التلوث يعني تيبان في الإناء، في الإناء مجرد تيبان في الإناء. يعني مثلا تشرب هذاك الماء يعني انت تشربو والقلب ديالك تيرجع ما تيقبلوش. علاش؟ لان هذاك الماء يعني ماشي صالح للجو. هنا بعد مره في الشتاء، في الشتاء تيكون مزيان، في الشتاء تيكون مزيان، وبالنسبه للصيف يعني ما تيبقاش مزيان في الرغه ديال الشرب. هذه هو النقطه الاساسيه اللي عندنا. احنا باش نوضع لك الاستاذ الصباح، حنا الوكاله العالميه ماشي وكاله حيت لا حنا كنوفروا الماء الصحي للشرب يعني من التقدير ديال الشباب، وانما حتى هذا الهاجس نعلم ندعو تما ونوفروا المصاري ديال الجهه ديال الفرصه ديال شكرا شكرا لك تخير. شكرا بالنسبه لكم شكرا حيت لي دابا باش تسمح لي دابا في هذه النقطه هذه نركز على النقطه ديال ان الملفات الى عندكم شي ملفات بناء عالقه ماشي مشاكل ديالهم خاص مخالفات في البناء، البناء العشوائي، التقسيمات العقاريه، المشاكل ديال العقاريه، ان السيد ما عندوش يعني سندات الملكيه، هذه الى عندكم شي ملفات في هذا الشيء في هذا الشان ماذا بنا يعني تقاسموها ونوضعوها تحنا ونرفعوها للسيد الوزير باش نلقاو شي حلول. تفضل السي يعني هذاك كاين دابا حنا كاين واحد الدوريه ديال سي المغربي راه كاين غادي تشوف مع الاخوان ديال مديريه الجامعات المحليه بالعماله كاين مجموعه الاراضي ديال الجامعات السودانيه على اساس باش تاخذها املاك الدوله لانجاز مجموعه المشاريع. ماذا بكم ان بحال هاد المشاريع اللي تشوفوا مع الاخوان ودمجوا واحد المقاعة ارضيه وما غادي يحفظوها ويعطونا وعاء اخرين يعني من بعد تعطيهم حتى سندات الملكيه ماشي غير التصاميم ديال الهندسيه تعطيهم حتى سندات الملكيه ديال هاد البقعه تولي محفظه. يعني كاين طرق في هاد التسميه قضيه اذا كان بالامكان ان غير واحد خصو ما يبقاش يبقى عندك اشكال الا وكاله حضاريه. احنا جينا عندكم يعني كنتكلموا الوزاره احنا كنتكلموا الانسان ديال الوزاره على اساس اننا اي مشاكل عندكم تما تعطيوها لنا يلقينا الحل هنا على المستوى المحلي ان شاء الله نقوموا بها. ما كناش غادي سميتو غادي نرفعوا هذه الوزاره باش تعطينا ان شاء الله. بالنسبه لمنصه الرخص هذا الملفات ما غاديش يدوزوا في منصه الرخص يعني غادي يدوزوا هادو سميتو غير حنا غادي نقصهم او نيفو ديال الوكاله وتعطيهم للجماعه باش تدير فيهم الرخص ديالها غادي نسلموهم في اطار واحد السيريموني غادي يديروها بيناتنا بحال واحد الحفل ديال التسليم التصاميم الهندسيه والخرسانيه مع السيد العامل والسيد الرئيس وكدوز بدون اشكال يعني بسلاسه. حنا عندنا الاشكال دابا شنو هو ان تجيبوا لنا تحددوا لنا اللائحه وتعطيونا الوعاء الاخرين المصفى والعدد ديال المستفيدين وحنا غادي نرفعها لهيئه المهندسين ونقوموا ان شاء الله بانجاز التصاميم. هذه زعما بين اما ما عندكمش شي ملفات اللي فيها علاقه ولا شي اشكال. جو بونس اون افري